اهلا بيكم، انا ميرات السكري، والنهارده عايزه ارد على اسئله بتجيلي كتير على الفيسبوك. ناس بتسالني: ميرات، طيب انت بتقولي ان الواحد بس يظبط ويبتدي يمشي على البلان او على الخطه، وفي اي حاجه يعني يخس او مثلا يعمل مشروع او مشروع جواز ويعمل كل الخطوات اللي عليه، بس برضو ما بتمشيش، ايه اللي بيحصل؟ فاربطي لنا ده وفهمينا يعني ايه قانون الكون واحنا مشينا وما حصلش. فلازم نتكلم في حاجه بقى نفهمها برضو كويس، ان قانون الكون بيشتغل على الذبذبات اللي طالعه مننا، ان احنا فعلا عايزين الحاجه دي، يعني فعلا 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 عايزين الحاجه دي، مش بس بنقول من عقلنا الواعي كده، لا، ده عقلنا اللاواعي كمان شايف ان دي حاجه امان ودي حاجه كويسه لينا. فمثلا هتكلم فيه، لو حد بيسعى يبقى فلوسه اكتر، بيعمل كل اللي عليه وبيفكر وممكن بيدرس عشان ياخد شغلانه هتجيب فلوس اكتر، او بيعمل حاجات كده، وبرده بيحس انه شويه يتقدم بس بعدين يرجع، او الموضوع يقف شويه يتقدم والحاجات. ما هو في سبب ان هو قد ما هو بيحسب ان هو عايز الحاجه دي وبيعمل كل اللي جهده فيه، بيعمل الحاجات اللي بنسميها الفيزيكال، بيعمل الحاجات اللي على الارض، يعني بيسعى فعلا. لكن لو في فكره ورا بتقول مثلا الاغنياء دايما بيتصابوا بمشكله، في ناس معتقده في 24 قيراط ان اوكي انا هغتني بس هخسر حاجه قصادها، تاكدوا ان هو مش هيوصل للغنى، لان هو خايف جواه. طب يا ترى ايه اللي هيجرى؟ حد من ولادي هيعيا، انا هتعب، هخسر علاقاتي، هخسر مراتي. ففي حاجه ورا اقوى من احتياجه او ان هو نفسه او يبقى غني. هي دي القصه. فانا هظبط ذبذباتي ازاي؟ احلى طريقه او احسن طريقه فعاله فعلا هي تقنيه التخلص من المشاعر السلبيه، وهي كمان تقنيه تغيير المفاهيم. فلو انا ده مفهوم عندي، هو ده معتقد غلط، ده بسميه معتقد مغلوط وبسميه حيطان. انا بقول تحت حيطه بتنزل بتخلي كل السعي اللي عمال اعمله ده وتعبان مش شغال. فحتى لو بتقدمت شويه كاني متفرمل، كاني ماشي بالعربيه متفرمله تعبانه، تحس ان الموضوع صعب، كل حاجه صعبه، مع ان هو ربنا ما كانش عاملها كده، هي المفروض تمشي سلسه. فهنعمل ايه؟ لو انا مثلا عندي معتقد ان هم 24 ايراد، هعمل عليه الربط التابنج، اللي انا هبتدي اشوف قد ايه انا معتقده في هذا واكتر الناس معتقده فيه. فانا هبتدي اقول اوكي انا معتقد انه لا، هم 24 ايراد، كام يا ميرات؟ 7 من 10، يعني 70% دي حقيقه. وهبتدي بقى اعمل ده وهقول بالرغم ان انا معتقده انه هو فعلا 24 ايراد، وان انا لو اتقدمت في ناحيه في حياتي ولو تكون الفلوس او النجاح اكيد هيحصل لي حاجه ثانيه عشان يحصل التوازن، انا اللي بحب نفسي. وهعمل ده 3 مرات بالرغم ان انا معتقده انه فعلا هم 24 قيراط وهو كده، وانه انا كده لو اتقدمت في الفلوس اكيد هيحصل لي حاجه، انا برضو بحب واتقبل نفسي. وهقولها 3 مرة بنفس الطريقه بالرغم ان انا معتقده 70% انه ده حقيقه، انه فعلا هم 24 قيراط، وان انا لو فلوسي زادت اكيد هيجرى لي حاجه ثانيه، انا بحب اتقبل نفسي. وهنبتدي نقول بقى هم 24 قيراط، انا معتقد كده، هو لازم يكون كده، هو كده، انا هختني بس في حاجه هتدفع، في حاجه تانية هتبوظ، يمكن تيجي في صحتي، يمكن تيجي في ولادي، يمكن تيجي في علاقاتي، انا مش عارف هتيجي فين، ودي حاجه تخوفني. وهبتدي اقول كل اللي جوايا، هتستغربوا انه ممكن يكون فعلا تفكيركم كده، وهتستغربوا على ايه اللي هيطلع منكم، هشتكي اشتكي اشتكي. اوكي، فهعمل لفه كمان شكوى، وبعدين هنغير الفكر ده. لا، ما هم 24 ايراد، كل الناس بتقول كده، ده حاجه معروفه، كل الناس بتقول كده، ده شكلها حتى ممكن تكون جايه من الدين، انا مش عارف، لان كل الناس معتقده كده. فاجي انا اقول لا، ما فيش 24 ايراد. عايزه اقول لكم حاجه بقى، هي فعلا مش دين، هي معتقد في المجتمع المصري اكتر من اي بلد تانيه، والمعتقد ده مش حقيقه. لان لو فكرنا بقى دينيا، هل يعقل ان لو ربنا قال لي انت اسعى في الارض واعمل، ان هو لو انا اتحسنت في شغلي او جبت فلوس اكتر، ان قصادها يتاخد مني حاجه؟ مش معقول. ما كناش بقى نسعى كلنا، نخاف نسعى. فهو مش عقلانيا حتى الكلام ده ما يدخلش الدماغ. فهبتدي اقول يمكن مش حقيقه، انا هبحث هشوف الكلام ده جابوه منين، وهل يعقل؟ وليه يكون كده؟ ليه يكون انا لو اديتك ده هاخد ده؟ حتى مش صحي قوي يعني، حتى ده ممكن يكون تفكير سيمبل قوي او ساذج قوي لطريقه ما الدنيا ماشيه، بطريقه ما ربنا هيدينا. انا بفكر ان احتمال التفكير كان غلط، انا دلوقتي بفكر احتمال ان انا مش بالضروره كده،
احتمال ينفع صحتي تبقى زي ما هي وعلاقاتي تبقى كويسه برضو، وكمان من السعي بتاعي والشغل الكويس بتاعي والتخطيط الكويس بتاعي ان انا ربنا يديني فلوس اكتر، ليه لا؟ اوكي، انا حاليا عملت لكم زي تغيير شويه في الفكر، هي هتحتاج شويه تابين كتير، لما ده يحصل تفكيري يبتدي يتغير، هيبتدي بقى اسهل عليا الخط اللي انا ماسكه فيه. نقدر نعمم بقى حاجه شبه كده، لو انا بعمل ريجيم، لو انا بعمل ماشي في مشروع جواز، في اي حاجه في حياتي ابتديت احس ان فيها تعب شديد قوي عشان اوصل للي انا عايزه، معناها اللي جوه مش متفق مع اللي بره، معناها العقل العواعي بيبعت رسائل، بيبعت والرسائل دي بتعمل ذبذبات في الكون بتقول لا انا مش عايزه، انا خايف منه. انا مرات السكري اللي عايز يعرف اكتر عن شغلي يدخل على www.ttapt.com او EFT Experts Academy، ودايما بتواصل معاكم عن طريق الفيسبوك راحتك في ايدك مع ميرات، هتلاقيني برد على اي اسئله ليكم.